السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. العقوبات أو قانون العقوبات الروسي يختلف في أشياء وأجزاء كثيرة في روسيا عنه في معظم الدول العربية. في ناس هتقولك في دول عربية عندها عدم التعدد فده ممنوع برضو، في روسيا فالدنيا شبه بعضها شوية. نعم، وفي السرقة وفي بعض العقوبات متشابهة إلى حد كبير، ولكن في القتل سواء قتل خطأ أو قتل مقصود فكلتا الحالتين عقوبتها مختلفة في روسيا. يعني مثلا واحد قتل واحد مع سبق الإصرار والترصد وتم سجنه اللي هو أخف العقوبة 8 سنوات. جدير بالذكر أن في روسيا لم تلغى عقوبة الإعدام ولكنها لم تنفذ منذ العام 1996، أغسطس تحديدا 1996 لم يعدم أحد في روسيا منذ هذا الوقت بالعقوبة المنصوص عليها في القانون. يعني واحد ممكن يقتل أكثر من شخص، مجرم يقتل 5 6 10 في جرائم مختلفة، ولما يتمسك ممكن يتحبس 40 سنة ولا 45 سنة وتخفف بعد كده 36 ولا تبقى 12. هو والمحامي بقى وشطارته يجيب له أقل عقوبة، إنه كان مجبر قتل 12 واحد مجبر أو بالخطأ أو كان بيتعاطى المخدر أو أي سبب من الأسباب. أضف إلى ذلك إن مش معنى إنك تقتل 2 وعقوبة القتل 8 سنين معناه إنك تتحبس 16 سنة، لأ، ممكن يقتل 2 وياخد هما 8 سنين وخلاص ويخرج يعيش حياته طبيعي ولا أكن في حاجة ويفتح بيزنس ويبقى رجل أعمال. أحد الأشخاص فتح مطعم، وهذا المطعم فتحه يعني حلال، وزوجته عندها صالون اسمه صالون حلال صالون اللي هو بتصور العرائس او المتزوجات حديثا، بتعمل لهم فوتو سيشن. فدي زوجته، وزوجته صبرت وكافحت 8 سنين وهو مش موجود معاها وانتظرته لحد ما يبداوا حياتهم مع بعض. هذا يا سادة احدى تجارب شخص قتل واحد من اجل زوجته. زوجته كانت شغالة، يقال، يعني انا ما مش متأكد من القصة، ولكن يقال ان زوجته كانت بتشتغل في احد المتاجر زمان وكان في زباين كتير، وهو كان موجود بالصدفة في هذا المكان وكانت بتزعق للناس استنى انتظر حاجة زي كده. فاحد الناس اتضايق قال لك ازاي تقول لي انتظر او بتزعقي لي ليه؟ قالت له ما زعقتش، لا زعقتي لي او بتاع، فيمكن قال كلمة قلت الذوق فهي شتمته او ردت عليه او حاجة زي كده، فراح صفعها على وجهها. فجوزها طبعا كان ساكت لحد ما لقى الصفعة فمسك الرجل ده ضربه، الرجل مات. فقتل رجلا من اجل زوجته، خد 8 سنين خففه يقال لحد 6 سنين، معرفش المعلومة دي حقيقية ولا لا، ولكن ما كملش 8 سنين حسب ما قالوا لي يعني. المهم بس اتحكم عليه ب 8 سنين، ده اللي انا متأكد منه، وخرج زي ما بقول لكم عمل مشروع وكده. بس انا مش بكلمك النهارده على قصص فقط، بقول لك نماذج للعقوبة في روسيا على القتل. يعني ما ممكن واحد يقتل وما ياخدش اعدام، واحد تاني بيتاجر في المخدرات ويتحبس اكتر منه، حاجة شبه الإعدام، يتحبس حاجة 50 سنة، يعني خلاص هيموت جوه السجن مهما خفف عليه الحكم، بس كتير. فيا إخوة يعني برضو خلينا يعني واقعين شوية، أي حد هيتحكم عليه حكم إن شاء الله 6 شهور إن شاء الله شهر، مين هيشغلك بعد كده؟ في أماكن بتشغل عادي ناس عندهم سوابق، لأن هنا اللي عنده سوابق مش وحش قوي زي عندنا في الدول العربية. تخيل
يعني في روسيا ناس مجرمين دخلوا السجن مرتين ومع ذلك مدير مطعم ويفخر ان هو ويحكي يقول يا جماعة انا اتحبست مرتين قبل كده، منها جريمة ضرب، ان واحد ضرب واحد بلطجي يعني، انا شبيح وعادي. ف عايزين نقرا القانون شويه، عايزين ننتبه لحقوقنا شويه، عايزين ننتبه ايه الحاجات اللي احنا ما نعملهاش. يعني في ناس مثلا بتستهون، اما بتلاقي بقى الشرطه الروسيه يعني متساهله وساعات بيهزروا وساعات يفوتوا حاجات فبيغروا هذا الامر، ويجي في مره يتمسك معاه حشيش ولا مخدرات ولا بيهرب ولا تهريب يعني غير شرعيه، هجره غير شرعيه. في جهات الشرطه او الجهات الامنيه ما بتتسهلش في الموضوع ده. لو تسهلوا مره واحد اتجدعن معاك وقال لك بص ما تعملش كده تاني يا ولد وامشي خلاص سامحتك وبتاع عشان انت جدع بس، اتجدعن معاك مره مش معناها ان هم كلهم كده، او ده او انهم مثلا خايفين يعملوا محضر او كده. لا عادي، جاله مزاجه كده ان هو كان مبسوط متكيف فما عملكش محضر، يجي في المره اللي بعدها يمسكك يقول لك لا مش هسيبك وهو نفس الشخص. فما تتخدعوش يا جماعه بالمظاهر، الشعب الروسي والشرطه الروسيه بتبدو انها طيبه ولكن مش دايما. في القانون احيانا بيبقى في ظروف حضرتك ما تعرفهاش بيتساهل فيها، وفي ظروف تانية حضرتك برضو ما تعرفهاش بيتشدد فيها ولو شبه. يعني انت ما عملتش الجريمه بس مجرد بتتواصل مع واحد بيعمل جريمه فحضرتك تتشد. ومش عايز احكي لكم يعني على حاجات حصلت ممكن هتضايق ناس، فخلينا ننهي الحلقه على كده، ويارب تكون المعلومه مفيده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نراكم على خير وفي خير، سلام عليكم.